طيب هلا عندي يا حلوه، لما بقول حلوه انا يعني صادق فيما اقول. نعم. عندي شيء اسمه نعم ام لا، جوابه نعم ام لا بدون ما تدخليني بمتاهات. نعم. ماشي ماشي. هل عملتي عمليات تجميل؟ انا محذرتني ومشكله متوسطه مع مرتي، حاطه مرتي واسطه انه ما تسالني شغلات وما توقعني بشغلات. طيب هلا عندي يا حلوه، لما بقول حلوه انا يعني صادق فيما اقول. نعم. عندي شيء اسمه نعم ام لا، جوابه نعم ام لا بدون ما تدخليني بمتاهات. نعم. ماشي ماشي. هل عملتي عمليات تجميل؟ لا. بتعرفي تحفظي السر؟ طبعا. بتاثر عليك السوشيال ميديا؟ لا. تكذبي بالحياة؟ أحيانا. حلو. بتجاملي من أجل عمل؟ ممكن. هل أنت سعيدة؟ لا. هل انظلمتي بالحياة؟ نعم. هل أنت صريفة؟ نعم. بتغاري؟ نعم. بتخبي عمرك؟ لا. قديش عمرك؟ 36. هل أنت أم مثالية برأيك؟ نوعا ما، بوجود ماما طبعا. نعم ام لا؟ نعم. هل بتردي الاساءه بمثلها؟ لا. هل طعنت يوما من حد قريب؟ لا. لسه من شوي قلتي تعلمنا وانطعمنا. بغض النظر مو ضروري يكون قريب، يعني قريب لحظه، قريب صله الدم. قريب؟ لا انا اخذت قريب صله الدم. صله الدم صله الدم؟ لا، حدا قريب. قريب يعني هلا انا وياه، انا وميلاد ما لنا صله دم. الاشخاص اللي بتكون اشخاص. نعم. لما بتكون في بينك وبينهم صله دم قد مو صله دم، ما في صله دم. انا ما عم هذا مو قريب، طالما باي لحظه ممكن قريب. هلا انا عبد المنعم او المنعم صاحبه هو. طولوا بالكم، حعيد السؤال. هل طعنت يوما من حد قريب؟ مو صله دم. نعم. هل ممكن تتركي الفن بيوم؟ نعم. بتحبي الفلوس؟ نعم. بتخافي من اللقاءات المباشره؟ نعم. هل الشهرة هدفك بالحياة؟ لا. هل كنتي خايفة مني ومن أسئلتي؟ نعم. نعم. هل كذبتي في أي إجابة سابقة؟ لا. برافو عليك يا شطورة. برافو. برافو. شطورة. شطورة. طبعا نحن في حاطين على السوشيال ميديا، إذا بتحبوا تسألوا النجمين أسئلة نحن حنحطها على الهواء. في عندكم أسئلة يا شباب؟ يلا هاتوا أسئلة. ها في أسئلة، هاتوا لنشوفها. أنا ما دخلني. لا ما دخل بالموضوع. أيوة هدول الناس من برا عم أحلى عقيد وأحلى ضيف بالدنيا، وحابين نعرف شو النصيحة اللي ممكن يقدمها لكل شاب حاب يكون ممثل مثل ميلاد يوسف. أحمد، إنك تصير ممثل كتير بدك تدفع تمن، بس النصيحة إنك أنت يكون في إيمان بهاي القصة من جواتك. إذا بتحس حالك أنه أنت ما عندك هذا الإيمان بنفسك وبهذا المشروع، لا تفوت فيه. طيب صراحة. أعطونا سؤال جديد، بس أهم شيء لازم يكون موهوب كمان. أحلى فنانة وأرقى شخصية، شو الأعمال القريبة اللي إلك في رمضان؟ لولو. لولو يا لولو. طلع علي. عندي هلأ إزقاء الجن، إخراج الأستاذ تامر إسحاق. فيه تصوير سيارات وفيه كذا ولا؟ لا هو بيئة شامية. مسدسات وسيارات بس. مسدسات وسيارات ما في. إزقاء الجن. إذا حدا بيموت راح يصلح يعني. إن شاء الله هذا راح يعرض لرمضان. رمضان. أعطونا سؤال جديد. مو حاسي حالك كأنك لسه عم أنا طبعا رجعوا لعندي، أنا كل ضيوفي باخذهم بعزمهم على مشان على الغداء. والله احنا بهالعزيمه لا لسه رح تكون لاخر النهار ان شاء الله. انا خايفه اتسمم. لا بس ما شاء الله اكله طيب. لا عماد انسى الموضوع، اعطونا السؤال. حلقه بتجنن، شكرا ابو كرم على الاختيارات الرائعه. هل تعتبر شخصيه عصام في باب الحاره هي الاقرب الى قلبك؟ نور في يعني اكيد هي تاريخ لانه طويل بالعمل فيها، فهي يعني قريبه لقلبي، بس كمان انا في كثير شخصيات بعتز فيها يعني وبحسها هي جايين على دورك انت بالقسم تبعك.